سيسي يا سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، يا سيد الحج مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر تحيا سامي رياض مصري بحب بلدي وموجود هنا عشان نشجب أي تدخل في سياسة مصر. قرارات المحاكم لازم تحترم من المصريين ومن الأجانب ومن أي حد، عشان كده أنا موجود هنا. طبعا واقفين لأن احنا مصر تعرضت لهجوم في مؤتمر شرم الشيخ وتعدوا على السيادة المصرية وعلى القضاء المصري. مصر دولة ذات سيادة، مش لا ما نسمحش لأي حد ان هو يتدخل في الشأن الداخلي لينا، وان احنا هنا عشان نشجب ونحتاج على ما حدث في شرم الشيخ. عمرها ما اعتدت على حد وما نحبش حد يعتدي علينا، احنا دولة قوية وفوق كل الظروف هتعدي وتعيشي وتبقى يا بلدي جامدة قوية صامدة عافية مهما تجيب الريح وتودي، رح نعبر بيكي ونعدي على بر الحرية يا بلدي، مسلم ومسيحي ايد واحدة نعلن للظلم تحدي. تحيا مصر. احنا رافضين اي تدخل، لا انجلترا ولا امريكا ولا اي حد يخش في الشأن الداخلي للإفراج عن أي معتقل سواء معاه جنسية غير مصرية أو معاه جنسية مصرية. نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية، نعم للسيادة المصرية. يحيى مصر الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء، يسقط يسقط الخاين علاء. يحيى مصر يا سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. سيسي يا سيسي احنا معاك، سيسي يا سيسي احنا معاك، كل الشعب المصري وراك، كل الشعب المصري وراك. مشاهدينا الكرام على شاشة قناة القاهرة الإخبارية هنا من وسط العاصمة اليونانية أثينا ومن أمام مقر الأمم المتحدة هنا في أثينا، ينظم أعضاء الجالية المصرية احتجاجا على ما حصل في شرم الشيخ من تطاول على القضاء وعلى السيادة المصرية، تظهر وتوصل الرسالة إلى الأمم المتحدة أن السيادة المصرية خط أحمر لا يمكن أن أحد يقترب منها. بنعبر كجالية مصرية عن آراء الشارع المصري موجود هنا بالرفض التام لأي تدخل في السياسة الداخلية لمصر، في اعتقادنا أن الدول اللي بتدافع عن أشخاص ذات ميول عدوانية أو ميول إرهابية هي بالفعل دول راعية للإرهاب ومنسقة من أكبر المنسقين ليه. هذا كان كل ما لدينا مشاهدينا الكرام من وسط العاصمة اليونانية أثينا، حيث نقلنا لكم الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الجالية المصرية في اليونان أمام مقر الأمم المتحدة هنا في أثينا للاحتجاج على التدخل السافر في الشؤون الداخلية لمصر. كان معكم عبد الستار بركات من أثينا. وهكذا مشاهدينا الكرام نقلنا لكم الوقفة الاحتجاجية لأعضاء الجالية المصرية هنا في اليونان أمام مقر الأمم المتحدة للاحتجاج على ما قامت به من تدخل سافر في الشؤون الداخلية المصرية. كان معكم عبد الستار بركات من العاصمة اليونانية أثينا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة قناة القاهرة الإخبارية هنا من وسط العاصمة اليونانية أثينا، حيث ننقل لكم تنظيم الجالية المصرية هنا في اليونان لوقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة وسط أثينا، احتجاجا على ما حصل في مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر المناخ. وهنا ينادي أعضاء الجالية المصرية باحترام السيادة المصرية، وأيضا أن تقوم بريطانيا بدفع ما عليها من ديون مقدرة بالمليارات إلى مصر كانت أخذتها منذ أيام الاحتلال. هنا أعضاء الجالية يهتفون بالتأييد الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي وللسياسة المصرية في هذا المجال، وأيضا لوقوف جميع أبناء الجالية المصرية في الخارج مع السلطات المصرية وخلف الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا هنا من العاصمة اليونانية أثينا لقناة القاهرة الإخبارية، وتحياتي لكم. عبد الستار بركات من أثينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام على شاشة التلفزيون المصري هنا من العاصمة اليونانية أثينا، ومن أمام مقر الأمم المتحدة في وسط أثينا يتم تنظيم وقفة احتجاجية من قبل أعضاء الجالية المصرية هنا في اليونان، احتجاجا على ما حصل في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ والتدخل السافر في الشؤون الداخلية في مصر، سواء بمطالبته بالإفراج عن مسجون ما. يريد أعضاء الجالية المصرية هنا في اليونان بإيصال رسالة إلى الأمم المتحدة وإلى بريطانيا ولأي دول أخرى بعدم التدخل في الشأن الداخلي المصري.